أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 5 أشخاص بمدينة خان يونس بقطاع غزة قتلوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي. أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجثث لسيدة تبلغ من العمر 56 عاما، أما 4 الآخرون فهم جندي احتياطي وجنديان كانا في الخدمة الإلزامية. وجرى انتشال الجثث من منطقة خان يونس في جنوب غزة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية عمليات جديدة هذا الأسبوع. دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة الحكومة الإسرائيلية للعملية على إعادة المتبقين من المحتجزين بشكل فوري. وقالت عائلات المحتجزين إن إطلاق سراح ذويهم لن يتحقق إلا عبر صفقة مع حماس. ودعت عائلات المحتجزين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإرسال الوفد الإسرائيلي للتفاوض دون تأجيل من أجل إبرام صفقة قوية.